السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. راح نديكم تتجولوا معايا في ولايتي ومسقط راسي خنشله. كما راكم تشوفوا هنايا هذه هي النافوره تاع خنشله، ونزيد نديكم معايا تتجولوا في حي من الاحياء ولاية خنشلة. هو الحي اللي تربيت فيه وترعرعت فيه وكبرت فيه، هو حي يعني شعبي، حي جبيلي بوزيد المعروف حاليا بطريق دبي. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه اول حاجة احنا يعني هنا في الحي، راه مش بعيد على الحي نتاعي اللي يعني كبرت فيه وزدت فيه. هذه النافورة تاع خنشلة المعروفة، يعني راهي معروفة كيما نقولوا احنا عالميا درقا. هذه النافورة تاع خنشلة. وهذا هما يعني الحي تاعي، هو حي شعبي كما قلت لكم هنايا، وفيه بزاف الحوانت كما راكم تشوفونا. هذا هو الحي تاعي، حي بوزيد، حنا نقولوا حي بوزيد المعروف حاليا بطريق دبي، يعني كامل راه يقولوا طريق دبي باسكو كامل بالحوانت كما راكم تشوفونا. وحنا على ابواب يعني عيد الاضحى المبارك، قلنا يعني خرجنا كما راكم تشوفونا نوجدوا يعني للعيد. هنا احنا دخلنا في الحوانت كما راكم تشوفوا، هذو اللي يبيعوا القش ولي كوبون يعني الاقمشه كامل. فوالا نشوفوا يعني جديد واش كان واش ما كانش. شوفوا كيما لي كوفرولي هادو راهم رخاص، يديروا ب 250 للبانكات، كي تدي زوج ب 500 الف. وهادو لي غوب لي خرجوا جدد كيما راكم تشوفوا هنايا، هادو لي غوب تاع الصيف حتى هما خفاف، يعني تقدري تديها مع الكلاكات تاعها كيما تقدري تديها وحدها. هادو يديرو ب 490، انا شيت وحده لبنتي. فوالا يعني ستيل جديد، خرج جديد كيما راكم تشوفوا هنايا، يعني عنده لي كولور في الجون وفي البلو والفير، هادو هما لي كولور اللي عنده كيما راكم تشوفوا فيهم هنا. وهنا بعد ما يعني حوسنا شويه ودرنا شويه جينا للخيمه. الخيمه هذه كيما راكم تشوفوا فيها يعني هي كيما نقولوا ريستورون تاع تبيع كيما نقولوا احنا تقليدي. فوالا يعني الاكلات تاعها كامل تقليديه. هنا كيما راكم تشوفوا هنايا هذه جات في لي 120، يعني اللي يعرفوا خنشله. انا هنا واش كومونديت انا وبنتي سخفنا على البربوشه هذيك الحرشه هذيك الحمراء، ومع زوز طيسان بنوش نقول لكم كيما راكم تشوفوا هنايا. كي تدخلوها واحد البروده اللي فيها مع الصيف مع السخانه، والله تحس باللي راك من تاع زمان. فوالا كلش تقليدي عنده، والله تدخلوا هنا غير ترتاحوا. انا ننصح بها هذو السكان يعني اللي في ولايه خنشله، اللي ما زارهاش يزورها. انا صراحه اول خطره ندخلها وعجبتني بزاف بزاف. شوفوا كيفاش مدايره، هنا يعني كيما نقولوا احنا بلاصه لي فام وحدهم، وكيما نقولوا احنا الرجال اللي توحدهم حتى هما. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو الطبق الكسكس الحرش هذاك، عجبني بزاف بزاف. وهنا عنده كلش، عنده الزيراوي، عنده الطمينه، عنده البراج، عنده البن، عنده يعني اللي تطلبوه كامل تلقاوه عنده. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا.
وهنا كي روحت مع العشيه يا قلت خلي ندير كاطو. انا درت كاطو سيترون هايل، ان شاء الله دوك نحطه لكم في القناه كيما راكم تشوفوا هنايا. كيما قلت لكم درت كاطو خفيف وسهل. هنا المكونات نتاعو، العجينه تجي كي العجينه تاع الصابلي، انا غير نزيد لها شويه الزست تاع القارص، ونلمو بالفرينه زبده لا ديفور فاني سكر غلاسي، ونلمو كامل. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، هنا نبدا يعني نخلط كامل خليط كامل، ومن بعد في الاخير نزيدو لهم نزيدو له الخميره لا ديفور، ونزيدو نشيحو بالفرينه. ان شاء الله دوك نعطي لكم ندير لكم نحطها لكم على قناتي. وهذا هو يعني الصابون اللي شريته، وهذه لا غوب اللي شريتها بنتي. فوالا هي يعني لا غوب هذه تاع فرنسا، يعني مش تاع الجزائر ولا تاع الترك، هي تاع فرنسا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، فوالا كيما راكم تشوفوا، يعني قلت لكم هذا الستيل هذا خرج جديد. وفي الاخر واش راح نقول لكم، نقول لكم الصح.